خير يا أحلى المتابعين. اليوم عندي زيارة وايد حلوة لناس قريبين لقلبي وايد وعندي ذكريات حلوة معهم. شوفوا من معاي فنانة جميلة في نخنجي ذكرياتي لازم نراويهم شنو كان اي ذكريات مسلسلات وذكريات حبيبي وحشتني موت 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 انتي أكثر ولما أشوفها سبحان الله مساء لها في ريحة الذكريات جايتني ما أدري من وين من وين الريحة يبيها من وين ذكريات حلوة والله وأيام حلوة ما تنسي والعشرة ما تنسي وخليها كل شيء يقول أنا بعبر عن شعوري لأنه أنا فعلا فعلا ما دي عبرت أنا في سنابي عبرت حبعطكم سنابي أشوف شنو قالت عيني أبي أشوف الله يعشق أموت بيك يا الغالي قاعة اسمها قاعة ستايل فتقول لكم حياكم الله وكل واحدة من صوتها لها خصم خاص يا سلام مجمع عظيف لا تنسون تعالوا زورونا شوفوا الدلع بس خصم خاص يا سلام عشان ان شاء الله كلهم بيون صح قاعة وايد حلوة وبتعجبكم حياكم الله عيد ميلادها اليوم كواعدتني بسوينها ان شاء الله ان شاء الله مفاجأة بعد مفاجآت حلوة حبيبي تسلمين وشكرا على هالدعوة الحلوة وهالعزيمة الحلوة حياتي